شكرا السيدات والساده المستشارون على التعقيب ديالكم وعلى التفاعل ديالكم الايجابي انا فقط بغيت نرجع ثلاثه ديال النقاط اللي تفضلتوا بها النقطه الاولى ان المقاربه فاحنا تنواكبوها بحال اللي قلت مننا ان شاء الله من هنا لاخر السنه غنكونوا وقعنا مع كل الجهات ديال المملكه وفي الواقع حنا راه شبه جاهزين بقات بعض النقاط اللي خاصنا نحدوها مع مع الشركاء ديالنا باش يمكننا نوصلوا لهذه الاتفاقيات واللي اساسي واللي بغيت نرجع لها وهو انه الهدف من هادشي الشيء كله وهو انه يكون هذه المقاربه المندمجه هي اللي غتعطينا النفس وتعطينا ضروره تطبيق ذلك لان ما نساوش بان المخططات الجويه اللي فاتت فتحقت فيها فقط 15% حنا بغينا في هذه المخططات الجويه الجديده انها تحقق في كلها لان الهدف ديالنا هو المواطن يحس بان انه تطبق ما نقوله جميعا واكثر من ذلك باش نسترجعوا الثقه ديال المواطنات والمواطنين ويستافدوا من تمار ديال هذه الاستثمارات وهذه التنميه النقطه الثانيه بالجانب الصيانه فاحنا طورنا الصيانه 45% ديال الميزانيه ديال الوزاره تتمشي فقط الصيانه ديال الطرق ودخلنا لاول مره صيانه الطرق القرويه 500 كيلو ان شاء الله هذه السنه ودخلنا كذلك في الاتفاقيات مع الجهات باش يمكننا نضمنوا كذلك ان هذا المجهود الكبير اللي تدير الدوله من فك العزله للعالم القروي انه تكون واحد الاستمراريه ديالو وتكون كذلك العمل ديالو واخيرا تنشتغلوا كذلك على اعاده تصنيف العديد من الطرق باش يمكننا نطوره كذلك هاد البعد ديال الصيانه بالنسبه للجانب الطرقي معلوم بالنسبه للصويره راه حنا خدامين والاتفاقيه هي ان شاء الله باش تطبق على ارض الواقع وبالنسبه للموانئ بغيت نرجع بانه حنا زيادة لهذه الموانئ اللي تتم استثمار فيها فاحنا تنجعلوا ان هذه الموانئ نردوها اقطاب مينائية باش انه يكون عنده واحد البعد التنموي يكون عنده وقع على هذا الشغل وعلى التنمية ديال هذه المناطق وثانيا ان نردوها موانئ خضراء باش يمكننا نضمنوا كذلك استعمال الطاقات المتجددة باش يمكننا نضمنوا الجاذبية ديال هذه الموانئ ونجعلوا ان بلادنا الحمد لله تزيد موقع على الصعيد الدولي كواجهة قوية في هذا الاطار وشكرا باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تي في معنا في يوتيوب وفعلوا الجرس